معي على الهاتف كابتن محمد فضل. هذا الرجل الذي يعني يحمل في رأسه وفي عقله وبين يديه الكثير من تفاصيل حدوتة النجاح. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. مبروك أولا على ما جرى، وإن شاء الله تستكمل هذه السيرة العطرة والمسيرة النبيلة في تنظيم بطولة هي الأروع على الإطلاق في مسيرة البطولات الأفريقية. تعليقك على حدوتة النجاح. لا لا، بشكر حضرتك. احنا لسه النجاح لسه، يعني احنا البطولة تنتهي 19/7، احنا ده بداية، والبداية ده الحمد لله ربنا كرمنا وفي توفيق من كل يعني الدولة. ده مشروع دولة وفيها قطاعات كتير ومؤسسات كبيرة جدا. يمكن دي أول خطوة أو تاني خطوة. أول خطوة كانت القرعة، ده بشكل واضح للناس، ودي تاني خطوة. ولكن في حاجات تانية بقى، في طبعا تنظيم المباريات، في عندنا تفاصيل كتير، عندنا الانتقالات، عندنا الإقامات، عندنا الجماهير، عندنا الحضور، عندنا المباريات، النواحي الفنية، في تفاصيل كتير جدا جدا. وطبعا يعني الحمد لله ان دايما الانطباع الاول مهم جدا، فيا رب ان شاء الله برضو نفضل نشتغل ونتعب لغايه ما نطور ونعمل حاجه مصر تستحق ان هي تفرح. اللي شفته من الشعب المصري امبارح ان هو فخور ببلده، قدر ان هو يصدق ان احنا كويسين قوي الحمد لله. احنا كبلد وكدوله، احنا دوله قويه، دوله كويسه، دوله نعرف نعمل حاجه محترمه. فأهم حاجه حصلت امبارح الحمد لله ان حضرتك صاحي الصبح. انا بتكلم على الشعب المصري، انت صاحي الصبح مبسوط، فخور، فخور ان انت كدوله قويه منظمه تعرف تعمل حاجه العالم كله ممكن يتكلم عنها، زي القرعه، زي حفل الافتتاح الاسطوري من وجهه نظري. مش بقول كده يعني صحيح كمدير صحيح للبطوله، صحيح. ولكن احنا بنتكلم، بحيي اعلام المصريين، ده حقيقي ان احنا ده انت عندك شركه مصريه تقدر ان هي تتولى حفل الافتتاح بالشكل ده، حتى بالتنظيم ده، بالاتصالات، ان هي تجيب شركه عالميه تعمل الكلام اللي اتشاف. بيتهيألي ان دي حاجه تجعلنا يعني او تخلينا كلنا نبقى فخورين بالتنظيم الجيد وبلدنا العظيمه. كابتن محمد، يعني اهم تعليقات الصحف والوسائل الاعلام الاجنبيه على هذا الافتتاح، متابعين طبعا ما يقال علينا، ايه اهم وابرز هذه التعليقات؟ لا، ابرز التعليقات ان انا حضرتك احنا زي ما بقول لحضرتك اللي حصل في القرعه مثلا، اللي احنا نلاقي وكالات الانباء العالميه تتكلم على القرعه، ده تخليك تديك انطباع جيد. سياحه رياضيه، استثمار رياضي، كل الحاجات دي مهمه جدا. صحيح. وحتى سياحه مش رياضيه فقط، احنا كان هدفنا في البطوله سياحه رياضيه، ولكن انت بتتكلم سياحه عامه، بتعمل ماركتنج لبلدك. فاللي حصل امبارح في الافتتاح لا خلى الناس تحط مصر في المكان الطبيعي في الخريطه العالميه. شعب محترم، شعب منظم، شعب قادر ان هو يعمل حاجه مختلفه. عندنا بنتعلم من الكبار طبعا ومن اصحاب الخبرات، وفي جينيريشن كتيره جدا. الناس كلها كانت مركزه في حفل الافتتاح الاسطوري اللي انا بقول لحضرتك عليه، بشكر اعلام المصريين. الناس كانت مركزه في الملعب، النجيله، في الاضاءه، في التصوير، بودكاستنج، في اللاد سكرين اللي كانت حوالين الملعب. كل ده ممكن ما تاخدش بالك، لكن اوتوماتيك عينيك مبسوطه. صحيح. فدي كلها تفاصيل، لكن في حاجات اهم، في حاجات اهم، وفي حاجات يعني لسه بنشتغل عليها عشان نطور، عشان نعمل حاجات احسن. مش ظاهره للناس، ولكن بالنسبه لنا احنا ظاهره. فالحاجات الاهم ان حضرتك تدخل تلاقي ان ذوي الاحتياجات الخاصه السبيشال نيد قاعدين في اماكن ليهم، ليهم الحمامات بتاعتهم، وليهم طبعا الطرق، فانت في الرامب بتاعهم، كل الكلام ده، ده حاجه محترمه. صحيح. من دوله بتفكر في ولادها. صحيح. لكن زي ما بقول لحضرتك، خلينا ابقى واضح، لا في حاجات احنا لسه برضو بنشتغل عليها عشان نوصل يعني الكمال لله وحده طبعا، ولكن نوصل للنتيجه اللي احنا عن طموحنا عاوزها باذن الله. بالتوفيق كابتن محمد فضل، مدير بطوله كاس الامم الافريقيه.